يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الإمارات يقول: نحن مجموعة من الإخوة فكرنا بالالتحاق بجامعة شرعية. نحن مجموعة من الإخوة فكرنا بالالتحاق بجامعة شرعية تدرس العقيدة الأشعرية، ومنهجهم صوفي، ونحن من أهل السنة والجماعة. سؤاله: هل يجوز لنا الالتحاق والدراسة في هذه الجامعة؟ لا، العقيدة أهم شيء، فالتحقوا بالجامعات التي تدرس عقيدة السلف، أو ادرسوها على العلماء في المساجد. نعم.